تقدم لها خطاب وأمها ترفضهم حتى تقدم رجل. نعم. تقول تقدم لها خطاب. نعم. وأمها ترفضهم. إيه؟ حتى تقدم رجل يتعاطى الجات ويدخن الشيشة ومتهاون في صلاة الجماعة، مرة يصليها في البيت ومرة في المسجد، وتقول ماذا أفعل؟ لا أريد هذا الرجل ولا أريد إغضاب والدتي. والدتك ليست ولية لك، المرأة ليس لها ولاية، الولاية للأب أو لأقرب العصبة، فإن لم يكن لها والي من الرجال فوليها القاضي حاكم الشرعي، أما الأم ليس لها ولاية أبدا، ليس لها ولاية على نفسها، لا تزوج نفسها، فكيف تزوج غيرها؟ ما لها ولاية المرأة، ما ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها. وهنا تبي تجعل تتزوجين بالعصاة، ما يجوز هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس هذا من العقوق، وإنما هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.